يا حجي يا حجي، هلا الوضع ممتاز. الجيش هربان، الجيش هربان، الجيش هربان، بس قصرنا عليه، بس قصرنا عليه، بدي يوقف يثبت قدام شباب. الله اكبر. بسرعه على العربي، على العربي. ايده 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 هات 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 هات. ها سادة، نزي يا طارق. اقتلوا يلا شباب. يا رب يا رب. اقتلوا يا رب. عطيلك ربي، ربي طب زياد لوين رايحين؟ ان شاء الله سوف نقوم الان باقتحام ساتر الحويز. يلا يلا يا شباب. شو المعنويات شيخ؟ معنويات عال الحمد لله، سمعنا مقتحمين. الف لا شباب، يلا طالع لك طالع يا اخوي، استعينوا بالله. يلا الله اكبر، وصولين يا شباب. الله اكبر. بطريقتنا وحاصرتم حلب بطريقتكم فلن تخرجوا منها الا بطريقتنا باذن الله عز وجل. نقطة التجمع كانت هي قرية القراصي، نقطة صفر، فهمناها قبل شهر ونص بأول شهر رمضان. هاي السيوم تمان منه شوية عظام. شوف مخه؟ ايه. باينو. وكم في الكليد؟ شو هذا مخه؟ شوف هاي الجزء، شوف هاي واسع عسكري. هاي السرقة. جعبهم بتلاقي من نفس الإيد. ريحة لعينة يا زلمة. لو جعبهم تسوي. هذا أجا. مسكنا هودي هون الخمسي. اجى هو كان مصاب، شال بارود يضربه. يا فهمي يا فهمي. كملت عليه درسته. ايش فكروا يا عالين الاحساس؟ شهبائته وفرحي وبالفتوحي فاصدحي وكبري وسبحي وخيل عز فاركبي. وين سرق محمد؟ عندك اقتحام ابو زياد؟ ان شاء الله بضع دقائق سوف نسهل البلاد من الوجه الوطني باذن الله. وقفت شوي، وقفت.
بس ايام بعد الشيء. الان باذن الله سنري اولئك الروافض من هم اساد التوحيد. باذن الله سنفك الحصار عن حلب، سنفك الحصار عن الحرائر حلب، سنبديهم بدمائنا وارواحنا. الله اكبر. باذن الله سنزفهم الى جهنم زمرا باذن الله. تكبير. الله اكبر. هذه الارض وارضنا سناخذها بالقوه باذن الله. باذن الله بدك تستشهد باذن الله. شهادة الله باذن الله عز وجل. اني اعرف ما دربي وما هدفي، والموت ينقصني في كل منعطف، ولا اباري باشواك ولا معنه. الموت عندي اجمل الطرف، امر على الدنيا وسادتها من الطغاة وعر الليل بالجميع. الله اكبر. الله اكبر. جيوش الفتح نادت يا بلادي، عزمها عرش الأعالي. ليس الصبح يا شعبي قريبا، لهات يضيء بكل وادي، لهات يضيء بكل وادي. والله ما أفكر فيكم، كون مبسوط كي بس دوصل لعندهم. عم استنى هون، يا بقتلون يا بقتلوني، ما في. يا النصر يا شهادي. نسوي بالتراب لهم حصونا. جيوش الفتح نادت يا بلادي، تدك بعزمها عرش الأعالي. ليس الصبح يا شعبي قريبا، لهات يضيء بكل وادي، لهات يضيء بكل وادي. دماء شبابنا نور ودار، وفجر صادق ورحا تدار، وأرضنا عدلها يغدو مثالا. ولا يبقى بها للبغي دار، ولا يبقى بها للبغي دار. نادت يا بلادي، بعزمها عرش الأعالي. ليس الصبح يا شعبي قريبا، فلات يضيء بكل وادي، فلات يضيء بكل وادي. يا جيل الله الكرامة قتل من شيئة أسد. الله أكبر. ستنشد بعد أعوام هدانا، وتذكر أن جلاد الظلوم المشاة. تمام؟ ايه. الله اكبر. الله اكبر الشباب. ايه. قبل الثلاثة بشوي يا والله. قبل الثلاثة بشوي. يا طارق ابو زياد. يا طارق. الخنازير عم يهربوا على المزرعة. على المزرعة عم يهربوا. الله اكبر. الله اكبر. رياح الغضب بالحرب لا بالخطب، واحرقت كان الجيش منهار من خوف، عنده حالة خوف كثير قوية. يعني شاف هالدبابات وهالأخوة تكبير، صوتها التكبير والشباب هيك يعني انغمسوا بهالدشم. كان قمر وصار يعني هروبا قدام، تفشكلوا قدامنا. وسيل عز فركبي تبختري وأرعدي صارم المهندي، ولوحي لسدودي بكفك المخضب. هبت رياح الغضب بالحرب لا بالخطب، واحرقت كالشهب جيش العدا في الحرب. جاءت العداة بالظلام، فثار أحرار الشآم، وعاد أهل تلك الرام. قصر يا شام الذي هبت رياح الغضب، ورصت الفصائل الله اكبر. هو بنشاد اسد فرد من الظالم.
يعني لا يفكروا حالهم دول ودول عظيمه عظيمه والله. يعني قدره الله انه هدول ولا شيء، لا طياراتهم ولا دباباتهم ولا مدافع ولا شيء، كل شيء عندهم الحمد لله. مصيف ارض المعركه ابصير رجل لرجل. لا يستوي ذو الهمة وغافل في الظلمة، فذا بنصر الأمة بعصر العناد. تحية مزمجرة لكل فرد قسورة، أمته مبشرة لا تنحني للتعب. الله قلبي ساجد بما أتى لما بعون الله تحرير مساتر الحويس بالقيام بالله الحمد والقرار الميليشيات الطائفية والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر. ساقت إلى الفتح المبين تفديكم يا فاتحي يا شامة للعربي. ليش الميليشيات أسد الله أكبر. مزمجرة بكل فرد قصورة أمته مبشرة. بفضل الله تم تحية الساتية. هون انتهت المرحلة الأولى من العمل. هلا بدنا نجهز الشباب ونرجع نعد العدة ونطور حالنا للمرحلة الثانية إن شاء الله. عيون المؤمنين تاقت إلى الفتح المبين تفديكم يا فاتحي يا شامة للعربي. رياح الغضب بالحرب لا بالخطب، وأحرقت بالشوق للشدة في الحلب. هبت رياح الغضب بالحرب لا بالخطب، وأحرقت بالشوق جيش العدا في الحلب. الله أكبر. والله لن نهجر أخواننا في حلب. شهباء تهي وافرحي وفي الفتوح فاصدحي، وكبري وسبحي وخي عز فاركبي. نبختري وأرعدي الصارم المهدد، ولوحي لسددي بكفك المخطب. هبت رياح الغضب بالحرب لا بالخطب، وأحرقت بالشوق جيش العدا في حلب. فثار أحرار الشهام وعاد أهلك الكرام بالنصر يا شام النبي. ورصت الفصائل واختالت الجحافل، ففر منها الصائل يشكو اشتدادا وبي. هبت رياح الغضب بالحرب لا بالخطب، وأحرقت بالشوق جيش العدا في حلب. توحدوا فانتصروا وجاهدوا واصطبروا، فحرروا وظفروا حقا بعالي الرتب. إن الوغى نادت على درع الإباء والعلا، فلتفخري بين الملا وللسما فانتسبي. يا أهل درع فانهضوا على العباء واتخذوا، يا قوم لا تقابضوا لا يستوي ذو الهمة وغافل في الظلمة، فذا بنصر الأمة وذا بعصر العناب. يا أهل دار يا ولم نسى المآسي والألم، إنا لكم روح ودم في حالكات الدور. تحية مزمجرة لكل فرد قسورة، أمته مبشرة لا تنحني للتعب. الله قلبي ساجد بما أتى الأماجد وهذه السواعد. نحن لو فشت معنا المعركة ما عندنا أي مشكلة، عرفت شلون؟ يعني بنعيد بنكرر مرة مرتين ثلاثة لله يفتح لنا إن شاء الله. يعني مثلا بشهرين ثلاثة أربعة خمسة بدنا ننقتل. لو متنا فيه إن شاء الله بعدنا كمان عالم بدها تكمل على الطريق إن شاء الله.